الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه كان مما جرت به المقادير أن قرأنا في حداثة الصبا قصة طريفة عنوانها رشيد في بلاد الأقزام. وحاصل تلك القصة أن رشيدا ركب البحر في سفينة تقاذفتها الأمواج ولعبت بها الرياح وعصفت فتمزقت الأشرعة ثم تحطمت وإلى القاع هوى، ثم غرق الناس جميعا إلا رشيدا، فإن الله استنقذه إلى بلاد الأقزام. ثم إن الرجل لما أن وطئ بقدميه تلك البلاد ووجد تلك المخلوقات العجيبة، المخلوقات القزمية التي لا تكاد ترتفع عن الأرض أكثر من شبر في أطول من استطال فيها، لما أن وطئ الرجل بقدميه تلك البلاد أخذ يتفحص أعمالها وأحوالها وأحوال الرجال فيها، وجد أن الأقزام في بلاد الأقزام فريقين يتناحران، ووجد أن هؤلاء الأقزام قد انقسموا إلى حزبين كبيرين يتصارعان. فلما بحث الرجل عن السبب وراء الصراع والحرب الدائرة بين هذين الفريقين والخلاف الناشد بين ذلكم الحزبين المتقاتلين، وجد أن السبب على أعجب ما يكون. وجد رشيد أن الأقزام في بلاد الأقزام قد انقسموا حزبين متصارعين وتفرقوا فرقتين متناحرتين، لأن عالما من علمائهم في الماديات المتعلقة بالأرض لا بالسماوات قد قرر يوما بناء على علمه التجريبي في معمله أن الأصوب للإنسان إذا ما أراد أن يكسر البيضة أن يكسرها من طرفها العريض،
واقتنع بكلام الرجل من اقتنع، وسار على هديه من سار، الا ان بعض من سار الجدل في دمه غريزة وطبعا اعلن النكير على من قال بحتمية كسر البيضة من جانبها العريض، فاعلن على الملأ بناء على اقوال موهومة لاهل العلم اخترعها اختراعا ان هذا من الخطأ الحقيقي بالرد والتسفيه، وان الاصوب ان تكسر البيضة من جانبها المدبب ومن طرفها الضيق. وتشيع له من تشيع، وتشيع لقول الاول من تشيع، وسارت البلاد في سبيل منظمة فانقسمت قسمين وتفرقت فرقتين، فرقة كسر البيضة من الطرف العريض، وفرقة اخرى تقول بحتمية كسر البيضة من طرفها الضيق. وانقسمت البلاد حزبين، حزب الطرف العريض وحزب الطرف الضيق، واستعرت الحرب ونشبت بين هاتين الفئتين المتقالتين المتصارعتين، وقام اوار معركة لا تهدأ بين حزبين، حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبر. يشهد الله اني ما نظرت في امر من امور اختلاف امتنا الحبيبة الا وتذكرت حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبر. وما من خلاف من خلافات امتنا الا ويمكن ان يرجع الى ذات السبب الذي من اجله انقسم الاقزام في بلاد الاقزام، فيما رصده رشيد في تلك المناظرة والمساجلة التي سجلها في قصة رشيد في بلاد الاقزام. يتصارع الناس على الطرف العريض والجانب المدبب، وتنشب الصراعات بينهم فكرية قولية وتراشقا بالشتائم وبالسفاهات من القول بدءا، ثم تمتد الايدي حزما الى ما يسوء ويؤذي، ثم بعد ذلك تراق الدماء وتهتك الاعراض وتسلب الاموال، وينقسم الناس الى قسمين، حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبب، لا مقالتهم كذلك ينقسمون. وانا لله وانا اليه راجعون. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعثه ربه فأخرج الناس من جور الأديان إلى سماحة الإسلام، وأخرج الناس من الفرقة والتمزق والاختلاف إلى سواء الوحدة الدينية وإلى سواء الائتلاف وإلى سواء الأخوة الإيمانية، كما قرر ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة. يعني لا يمكن ان يكون المؤمن الا اخا لاخيه المؤمن، لا يمكن ان يكون غير ذلك، ولا يمكن ان يكون غير المؤمن اخا للمؤمن بحال ابدا. يقصر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة اهل الايمان على تلك الاخوة بغير تعد ولا تجاوز ولا افراط ولا تفريط، انما المؤمنون اخوة. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعرب أفلة رأس، قليل المستضعفون تتقاذفهم السبل، وقد حاطت بهم الأمم وأحاطت فأفزعتهم ورهبوا جانبها، وصاروا هم فيما بينهم شيعا وطوائف واحزابا يتقاتلون ويتصارعون، ربما من اجل الكلمة، وربما من اجل الموقف التافه الذي لا يؤته له في ظاهر الامر ولا في حقيقته. ارسل الله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخرج الناس من الاختلاف الى الوحدة، ومن التمزق الى الترابط، ومن الشتات الى التجمع،
ومن الكفر الى الايمان، ومن الضلالة الى الهدى، ومن الظلام الى النور، ومن الشر الى الخير، ومن كل رذيلة الى كل فضيلة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ان ربنا تبارك وتعالى دعاه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوات كما هو ثابت في صحيح مسلم رحمه الله، ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زوى الله للأرض، اي جمع الله رب العالمين اطراف الارض لي حتى رأيت مشارقها ومغاربها. وان الله رب العالمين وعدني ان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، فيدخل الاسلام كل بيت مدر وشعر بإرث عزيز وذل ذليل، وما من بقعة في الارض الا وفيها صائح بملء فيه وبجماع حنجرته ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان الله رب العالمين قد وعدني ان ملك امتي سيبلغ ما جوي لي من الارض من المشارق والمغارب، واني سألت ربي ان لا يسلط على امتي من دونها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأتتها، وان لا يهلكها بسنة عامة، وان لا يجعل بأسها بينها. فقال لي ربي تبارك وتعالى: يا محمد، اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني قد اعطيتك لامتك الا اسلط عليها من غيرها من يستبيح بيضتها ويستقصل شفتها، ولو اجتمع عليهم من باقطارها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا خوف على حقيقة الأمة من عدو خارج أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح الصريح: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم سنة عامة، أي مجاعة شديدة تهلكهم، فلا خوف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من سغب ولا مسغبة ولا جوع ولا عطش. لن يسلط الله رب العالمين على أمة محمد هلاكا بمجاعة شاملة وسنة عامة. هذا كلام النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعطاني سنتين ومنعني واحدة، تأمل التي منع ربنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. إن الله تبارك وتعالى منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يسلط بعض الأمة على بعض حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا، فلا هلاك إلا من الأمة نفسها، وعوامل الهلاك في الأمة ذاتها، وأما من خارج فلا محالة، هذا لا يكون، لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم، والتاريخ شاهد صدق وقائم بعدل في هذا المضمار لا يكذب فيه أبدا. فإن التتار كانوا أمة غشومة خرجوا من أجل أن يستأصلوا الأقدار واليابس، وأن يستغلوا العباد، وأن يذهبوا بكل حضارة على ظهر الأرض، فأخرج الله رب العالمين لهم من كسر شوكتهم وأذلهم حتى دخلوا في دين الله أفواجا، حتى عادت منهم اليوم أمة تترية موحدة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وصليبي غربي لما جاءوا إلى هنا إلى الشرق من أجل أن يذهبوا بهذا الإسلام العظيم وأهله، سلط الله عليهم من أذاقهم سوء العذاب وسامهم اياه، حتى عادوا بالحضارة الحقة. فما المدنية الغربية اليوم الا هذا الاثر
الذي أخذوه من هذه الأمة المؤمنة الموحدة بالمخالفة، وكانوا قبل ذلك يرون أن مس الماء غسلا وطهارة وما يعرفونها، أن مس الماء رجس من عمل الشيطان، ويمكث أحدهم الأعوام المتطاولة لا يمس الماء جلده إلا قدرا، كأن يسقط رغم أنف أبيه في دركة وحش فيمسه الماء رغم أنفه. وأما قبل ذلك فمس الماء عنده محرم، حتى لقوا الأمة المتوضئة بالأيدي المتوضئة التي تقبل على الطهارة مصبحة وممسية، أيدي متوضئة وأنفس طاهرة متبتلة، فعرف النظافة الحق. التاريخ شاهد صدق وقائم بعدل في هذا المضمار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الفرقة، بل حذر ربنا تبارك وتعالى الأمة من الفرقة على مستوى الفرد مع أخيه، وعلى مستوى الحي مع الحي، وعلى مستوى القرية والنجع مع النجع، وعلى مستوى الأمة مع الأمة، وعلى مستوى العالم مع العالم، ما دام الجمع كله قد كان بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة وجد فيها ثلاث طوائف من اليهود، فسالمهم النبي صلى الله عليه وسلم ووادعهم وعقد معهم المعاهدة، فنقضوا العهود واحدا بعد واحد، وأجلى النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أجلاه، وبقي بنو قريظة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإخوان القردة والخنازير لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يصبرون على عهد بحال أبدا، فأخذوا يعيثون في الأرض فسادا ويحزبون الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في عام الأحزاب ووقعته، أصبح أمرهم العسكري كالمحصورين بين اليهود في طرف من أطراف المدينة وبين الأحزاب عن بكرة أبيهم. عندما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمتكم قريش بحجها وحديدها وقضها وقضيضها، ثم دعا ربه عليه. أصبح الأمر عسيرا جدا، حتى كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقضي حاجته وهو آمن، إذا أراد أن يقضي حاجته استأذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. موقف عصيب جدا كاد أن يستأصل هذه الأمة مع نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لولا أن قدر الله رب العالمين قد مضى، لأن لها العز والتمكين والثناء والرفعة، ولنبيها صلى الله عليه وسلم العزة في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. كان ما كان من أمرهم، وأرسل الله الريح والملائكة فشتتوا شمل الأحزاب ومضوا على وجوههم يهيمون في الصحراء. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المسلمين بألا يصلين أحد منهم العصر إلا في بني قريظة، لأنهم جاء منهم ما يسمى في العرف الحديث بالخيانة العظمى، فلا بد فيها من القصاص العادل الرادع، ولو أن خطتهم الماكرة قد أفلحت لمات فيها عدة ألوف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاستبيحت المدينة، ولهلكت الذرية، ولسبيت الأموال، ولهتكت الأعراض. فكان جزاء وثاقا أن يحاسبهم ربهم تبارك وتعالى على ما قدمت أيديهم، وما ظلم ربنا تبارك وتعالى هؤلاء شيئا، ولكن هم أنفسهم كانوا يظلمون أنفسهم. وأذن مؤذن النبي في الناس: يا معشر الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
وسار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصون يهود بني قريظة في أعالي المدينة، وكادت الشمس أن تغيب، فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بأن نضيع الصلاة، وإنما أمرنا مبالغا في حثنا على الإسراع أن نجتهد مسرعين حتى نصل إلى بني قريظة قبل أن يذهب وقت العصر. فصلى بعضهم العصر وأخذ بعضهم بظاهر النص، فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بقول واضح لازم ملزم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ووالله لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. فلم يصلي منهم أحد حتى ذهب إلى بني قريظة، وقد أوشك الوقت أن يذهب بددا. لما وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاختلاف ما قال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء مقرا ما قال، وقال لهؤلاء مقرا ما قال، فأقر هؤلاء وهؤلاء، والاختلاف قد دق بينهما كما رأيت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى هذا الجانب، لأن هناك فارقا دقيقا جدا بين الخلاف والاختلاف. الخلاف من المعاندة والمضادة، أن تذهب في جانب والآخر الذي خالفته في جانب آخر من غير دليل. وأما إن ذهبت إلى خلاف ما يقول القائل بالدليل فهذا اختلاف وليس خلافا. الخلاف شر كله، وأما الاختلاف فبعضه خير وبعضه شر. ينقسم الاختلاف في دين محمد صلى الله عليه وسلم قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. فأما خلاف التنوع فأن يخبرنا ربنا جلت قدرته في معجم التنزيل أن الله عز وجل جعل في الجنة شجرة، ثم أمر آدم وزوجه ألا يأكلا من تلكم الشجرة، وأن لا يقرب آدم ولا زوجه تلك الشجرة بحال. فيأتي المفسرون من علمائنا علماء الإسلام ويقول قائلهم إن تلك الشجرة كانت شجرة الحنطة، ويقول قائلهم إن تلك الشجرة كانت شجرة الدين، ويقول ثالث بقول ثالث. فيختلفون كما ترى اختلاف تنوع لم يقل أحد منهم إن ربنا جعل في الجنة بقرة ثم أمر آدم ألا يقربها، وإنما قال جميعهم جعل ربنا في الجنة شجرة، ثم اختلفوا في نوع الشجرة. فهذا اختلاف تنوع وكله سائغ في دين الله، وإن كان الحق واحدا لا يتعدد، الحق مع واحد والباطل مع الآخر. إن كان الذي معه خطأ قد اجتهد وهو يملك عدة الاجتهاد فهو مأجور أجرا واحدا، وأما إن كان مصيبا فله أجران، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فهذا اختلاف التنوع الذي هو القسم الأول من أقسام الاختلاف في هذه الأمة. وأما اختلاف التضاد فأن يقول هذا قولا ويقول الآخر قولا ليس بينهما رابط بحال أبدا، فهذا اختلاف تضاد واختلاف منابدة، وهو ممنوع محرم في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالألفة على مستوى الفرد مع الفرد من المسلمين، فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدم الهجرة، ألا يهجر الأخ أخاه، وألا يخاصم الأخ أخاه على مستوى الفرد مع الفرد، على مستوى الأخ مع أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه في الإثم، كأنما قتله، والقتل عند الله عظيم. وخذ ضاما إلى هذا النص نصا آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله رب العالمين من نقض بنيان المسلم. أن يأخذ رجل معولة أو فأسة فيرقى بيت الله الحرام فينقضه حجرا حجرا أهون في الإثم من أن يأخذ حديدته ثم يقتل بعد ذلك على رجل مسلم موحد فيقتله. هذا أعظم في الإثم من نقض الكعبة حجرا حجرا. خذ النص الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ويأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتواصل، فيبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله ينظر في الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، ينظر في صحائف العباد، فينظر في جميع صحائف العباد إلا في صحائف صحيفتي عبدين قد اختلفا وتقاسما، فيقول: أكلا هذين حتى يصطلحا. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأعلن ربنا جلت قدرته في الوحدة والاجتماع وعدم التفرق، وحثنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك مع مراعاة أن النفس البشرية هي نفس بشرية ناقصة وعاجزة وأبعد ما تكون عن الكمال. ذلكم فطرة ربكم للنفس البشرية في أول خلقتها، كذلك تكون عاجزة وناقصة تسعى إلى الكمال باستكمال أمور دينها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يحدث بين المسلمين ما يحدث، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه من جاء فقال: يا رسول الله، هلا ذهبت إلى رأس النفاق فكلمته؟ عسى الله أن يشرح صدره. إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حماره إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومعه من معه من أصحابه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول شيخ النفاق إلى يوم الدين، وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإزائه وأقبل عليه، فقال له عبد الله بن أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر: إليك عني فقد آذاني لسن حمارك. فقال رجل من الأنصار دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ من شيوخ الأنصار الكبار كانوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون له تاجا وينظمون فيه الخرج من أجل أن يزوجوه ملكا على المدينة قبل أن يقدم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إليك عني فقد آذاني لسن حمارك. فأقبل الأنصاري على هذا الشيخ المنافق العتيق في نفاقه فقال: والله لبول حماره أطيب من ريح أهلك. فسار له من سار، وتار للأول من تار، وكان بين الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين في محضر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم معركة بالسباب وبالأكف وبالنعار وبالجريد. قال الأصحاب يضرب بعضهم بعضا في محضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأين وأنا بين أظهركم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفارق بيننا وبينهم أن خلافاتنا وإن كانت شبيهة بخلافاتهم إلا أن زوالها ليس شبيها بزوال خلافاتهم. خلافاتهم عندما يأتي بلسم الدواء تطيب جراحتها، وأما نحن فلا نزيد على الدواء إلا مرضا وسقما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أن يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها، دعوا العصبية فإنها ممكنة، لأن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك
حتى يدع كل امرئ منهم هواه وما يحبه وحقه، كما فعل ابو ذر رضي الله عنه عندما عير بلالا رضي الله عنه بسواد امه فقال اليك عني يا ابن السوداء. وشكى بلال او شكي ابو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابا ذر انك مرؤ فيك جاهليه. وابو ذر هو من هو ياتي يوم القيامه امه وحده كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اعتذر ابو ذر لبلال رضي الله عنهما؟ وضع خده على التراب وقال والله لا ارفعه حتى قطعه بنعله، ولا والله لا ارفعه حتى ترضى. وما زال يرضيه حتى رضي رضي الله عنهما ورضي الله عن الاصحاب اجمعين. الخلاف شر كله، والفرقة مذمومة في دين الله رب العالمين. وما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ليوحد الناس كل الناس على الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والأمر الله كيف يختلف الناس اختلافا فيهم وقد استقر الإيمان في حبات قلوبهم. كيف يأتي الحدود والابتعاد عن دين الله رب العالمين وعن التسليم للشرع الأضر الحنيف وقد استقر الإيمان والإسلام في القلب؟ الاستسلام هو الإسلام والإسلام هو الاستسلام، فكيف يكون المرء مسلما مستسلما لله رب العالمين وهو يدافع أوامر الله رب العالمين ويدافع أوامر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما إنه إلى يوم الناس هذا ومن غائلة تصيب العقل نسأل الله السلامة مثل الخمر، ومع ذلك حرمها الله رب العالمين بكلمة واحدة. وإن أمة من الأمم الكبيرة في مدنيتها اليوم انفقت على هذا التحريم عدة مليارات من الدولارات وأصدرت عدة ملايين من الكتيبات والنشرات وصنعت ما صنعت وقتلت من قتلت من أجل أن تمنع الناس من الإقدام على الخمر، فلم يمتنع أحد ورضخوا في نهاية الأمر إلى إطلاقها وأطلقت بقوة القانون. واستفاد أصحاب سرها أن قننوها بقانون بعد أن كانت محرمة بشيء العرب. وأما دين الإسلام فيأتي النبي الهمام صلى الله عليه وسلم بقول ربه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فحرمها ربنا بكلمة اجتنبوه. ما تظن أصحاب النبي فاعلين صلى الله عليه وسلم؟ والخمر هي الخمر، وسلطانها على النفوس هو السلطان، وإدمانها في خلايا المخ هو الإدمان. أمر عضوي ليس نفسيا بل هو عضوي، وفيه اعتماد كامل لخلايا المخ على تلك المادة الموجودة في تلك التي حرمها ربنا وهي أم الخبائث. ما تظن الصحابة فاعلين؟ جاء أنس رضوان الله عليه إلى أبي طلحة زوج أم سليم أم أنس وهو في جثته في مشرب الخمر، والقوم قد أخذ بعضهم كأسه رافعا إياها إلى وبعضهم في فمه الخمر يذوقها متلذذا بها بين شفتيه، وبعضهم قد أقبل يملأ كأسه وبعضهم يحسو حسوة، كل ذلك يفعلونه. ثم أتى أنس فقال أنزل الله في الخمر بيانا شافيا. قالوا وما ذلكم يا أنس؟ قال قال ربنا تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من كان في فمه جرعة مجها، ومن كان في يده كأس أرافها، ومن كان عنده باطية من الخمر حملها إلى الشارع. أصبحت المدينة في صفيحة التحريم كأنما أمطرت أسبوعا مطرا هاطلا فتحت به أبواب السماوات، مما أراق القوم من جنان خمورهم في الشوارع لا تشربها إلا الأرض ولا يحسوها إلا الإكس النجس. وأما الفم الطاهر الموحد فلا يقبل على ما حرم الله رب العالمين ولو كان لفظا ولو كان هواء تدفعه ما تدفعه فيه من أعضائه
ثم يخرج جارحا وربما قاتلا وربما مستوجبا حدا وربما مخلدا في النار. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، له لم تثبت قدم الإسلام في قلب عبد مؤمن إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وأما من نازع أوامر الله رب العالمين وأوامر النبي الأمين فما استقر في قلبه إسلام بقدم راسخة بعد. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن الصالحين. أما بعد، عباد الله، فإن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم والوحي الثاني وهو السنة المشرفة على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلم شتات البشرية وليجمع الناس كل الناس على الكلمة الطيبة وراء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان من كفر بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخالف ما يخالف، فهذا منظور منه متوقع. ولكن الشأن في من اعلن انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو يخالف، على اي وجه يسوغ له ان يخالف نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مع ان الخسران في معاندته ومع ان الضلال في محادته ومجاندته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وان تطيعوه تهتدون واتبعوه لعلكم تفلحون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ربنا الفلاح في طاعته وجعل ربنا الهداية في اتباعه، ولازم ذلك أن الضلال في مجانبته وأن السوء كل السوء في معاندته وأن الرزية كل الرزية في مجانبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي علينا إذن أن نصغي بأسماع قلوبنا، لا بأسماعنا الظاهرة بل بأسماع قلوبنا، إلى أقوال ربنا وأقوال نبينا صلى الله عليه وسلم في نبذ خلافاتنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خاصم أحدا قط وما غضب يوما قط من أجل نفسه. ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما انتصر لنفسه أبدا، لأن الله رب العالمين أمر المؤمنين محذرا إياهم لأنهم إذا تولوا وحادوا عن دين ربهم تبارك وتعالى وارتدوا عن دين ربهم عز وجل استنفذ الله رب العالمين بهؤلاء قوما آخرين. أتى من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أذلة على المؤمنين. وانظر في قول ربك تبارك وتعالى أذلة جمع ذليل، والذليل ما هو؟ كيف يكون شأن الذليل مع العزيز؟ كيف يكون شأن الذليل مع الذي ذل أمامه؟ كذلك يكون المؤمن مع أخيه المؤمن بنص كلام ربك، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وما هي بازدواجية، وإنما يلبسون لكل حال لبوسها، شدة في موطنها ولطف ورحمة في موطنه، لأن الله رب العالمين جعل من صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، شدة مع رحمة، غير أن الجهة قد امتكت فهي شدة في موطنها ورحمة في موطنها كما أخبر ربنا جل قدرته. فينبغي علينا أن نستعمل هذه النصوص التي أمرنا بها ربنا وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا،
مثل المؤمن للمؤمن كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. اذا ما اشتكى ظفر وبهام قدمه الاكبر ما يسمع رأسه، يغلي رأسه من حرارة ما اصاب الهامة، وشتان ببعد ما بينهما. وكذلكم المؤمن مع المؤمن، والاخ مع اخيه، وما هي منة منك ولا تفضل، ولكنه حق واجب لازم عليك ان لم تؤدي هي سئلت عنه يوم الدين. يقول ربك لك يوم القيامة: يا عبدي مرضت فلم تعظني. يقول: كيف اعوذك وانت رب العالمين؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى: مرض عبدي فلان فلم تعد، ولو عدته لاجدتني عندك، استطعمتك فلم تطعمني. يقول: كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ تطعم ولا تطعم. فيقول ربنا جلت قدرته: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ولو اطعمته لوجدت ذلك عندي. انظر كيف جعل ربك تبارك وتعالى جلالة قدره وفقامة شأنه وسمو رفعة مكانه في مقام العبد الذليل، فيقول: لأستطعمتك وإني مرضت فلم تعدني. يجعل ربك تبارك وتعالى ذلك بذلك بتعظيم الأمر وتضخيمه وتهويله عند أقوام لا يلتفتون لحق أخيهم المسلم عليهم، وإنه لعظيم جدا. بل عظمة حق المسلم اعظم بكثير جدا كما سمعت من الكعبة زادها الله رب العالمين تشريفا. وما تفعل اذا ما رأيت ورقة مصحف في الطريق قد احاطت بها الاقذار ورقدها التراب؟ ما تصنع بها؟ عليك ان تأخذها منظفا اياها، معظما لشأنها وقدرها، وربما في اقوال بعض اهل العلم مطيبا اياها لازالة ما علق بها من درن ووبر. والمسلم كورقة المصحف، كمصحف كامل تجده بالطريق، صبر على فتى وحلم على جهل، ومقابلة الاساءة بالاحسان، ومجاورة بالتي هي احسن، ودفع بالحسنى كما اخبر ربنا تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي احسن. لم يقل: وقل لعبادي يقول الحسنى، وانما: وقل لعبادي يقول التي هي احسن من كل ما عداها. ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. فاتقوا الله عباد الله، واقبلوا على دين ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ووحدوا صفكم وكونوا على قدر رجل واحد، فهذا هدي نبيكم وهذا دين نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فرضه ربنا تبارك وتعالى عليكم. نسأل الله ان يهدينا واياكم الى سواد صراط الله على كل شيء قدر. يبقى امر اخير نرى انه من الحتم ان ننبه عليه، وإن كان الظن أن الأمر سينقلب إلى حزب الطرف العريض وحزب الطرف الضيق. يقول العلماء عليهم الرحمة: إن الله تبارك وتعالى فيما سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فهو منه، قد جعل لنا تكبير التشريق من صبح يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من ايام التشريق، اي اليوم الاول بعد يوم النحر، والثاني والثالث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة الى ما بعد العصر، وينتهي تكبير التشريق. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يكبر المسلم بهذه الصيغة بعد ان يفرغ من الصلوات، ولو كانت قضاء في اظهر اقوال اهل العلم، بصوت خفيض يسمع به نفسه ويسمع به من يجاوره، ولا يكون التكبير على وتيرة واحدة، وجعلوا ذلك من البدع المتعلقة بالعيد وبتكبير التشريق على وجه الخصوص. أسأل الله رب العالمين أن لا يكون الأمر قائما على حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبر. والله أكبر الله أكبر ليس فيها واو، فيقول أقوام: بل فيها واو. وينقسم الى حزب الطرف العريض اي حزب صاحب الواو، وحزب الطرف الضيق اي حزب الذين يقولون بعدم اثبات الواو. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لرفع الصوت وارتفاعه،
فيقول ان هذا هو حزب الطرف العريض، حزب رفع الصوت. والاخرون يقولون بل تسمع نفسك وتسمع من يليك ولا ترفع صوتك فتشوش على من حولك فتصرفهم بذلك عن ذكر الله رب العالمين وتبتدع في دين الله ما لم يشرع نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا حزب وذلك حزب والامر يسير يسير يسير. نسأل الله ان يهدينا جميعا الى سواء الصراط انه على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، 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 اللهم سد سلمتهم، اللهم سد سلمتهم، اللهم سد سلمتهم، اللهم سد سلمتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اعلي ذكرهم، اللهم اعلي شأنهم، اللهم اعلي شأنهم، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم جنب المسلمين مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، اللهم اكشف عنا هذه الفتن التي أحاطت بالمسلمين، اللهم اكشف عن المسلمين ما أحاط بهم من مضلات الفتن، اللهم اكشف عن المسلمين ما أحاط بهم من مضلات الفتن، واجمعهم على قلب رجل واحد يا كريم، اللهم اجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد، اللهم استر العورات، اللهم استر العورات يا حي يا ستار، استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم احرسنا بعينك التي لا ترى وبركنك الذي لا يضاع وبقدرتك علينا لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا إليك، واقبل بقلوبنا إليك، واقبل بقلوبنا إليك، نعوذ بك من كشف سترك، نعوذ بك من كشف سترك، نعوذ بك من كشف سترك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، ورفع سترك، وكشف سترك، وكشف سترك، وكشف سترك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، وفجاءة نقمتك، نعوذ بك من الحرمين باب العطاء، نعوذ بك من الحرمين باب العطاء، نعوذ بك من القطع باب الرأس، نعوذ بك من القطع باب الرأس، وراحل المقطعين وصلنا إليه، وراحل المقطعين وصلنا إليه، وراحل المقطعين وصلنا إليه، وراحل المقطعين وصلنا إليه، يا راحل المقطعين وصلنا إليه، يا راحل المقطعين وصلنا إليه، اللهم اكشف لي قلوبنا حجابها، اللهم اكشف لي قلوبنا حجابها، اكشف لي قلوبنا حجابها، اكشف لي قلوبنا حجابها، اكشف لي قلوبنا حجابها، اجعلنا نرى بشارتها، اجعلنا نرى بشارتها، اجعلنا نرى بشارتها، اجعلنا نرى بشارتها، حتى ننظر بنورك يا كريم، حتى ننظر بنورك يا كريم، حتى نرى الحق حقا، ونرى الباطل باطلا، اللهم نرى الحق حقا، ارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا، ارزقنا اجتنابه، ارنا الحق حقا، ارنا الحق حقا، ارنا الحق حقا، ارزقنا اتباعه، ارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا، ارزقنا اجتنابه، وتب علينا يا كريم، تب علينا يا رحيم، تب علينا يا ودود، تب علينا يا ارحم الراحمين، تب علينا يا اكرم الاكرمين، وجعلنا اليك تذكرة الخالدين، تذكرة الخالدين، تذكرة الخالدين، تذكرة الخالدين، تذكرة الخالدين، تذكرة
لطرق من خلدي لطرق من خلدي لطرق من خلدي هذا محاول من المحسنين هذا محاول من المحسنين أنتم السنة رسولة بسارة العافية وتميم العافية وتميم العافية وتميم العافية ورسلت تميم الجنة على الناس وصلت تميم الجنة على الناس وصلت تميم الجنة على الناس وصلت تميم الجنة على الناس اللهم وفقها لذكرك وفقها لشكرك وفقها لقوتك وفقها لذكرك وفقها لشكرك وفقها لقوتك وفقها لقوتك وفقها لقوتك حتى تلين الإيمان حتى تلين الإيمان حتى تلين الإيمان وتجره في قلوبنا وتره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا مغيث المستغيثين اجبنا يا مغيث المستغيثين اجبنا يا مغيث المستغيثين اجبنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر الصلاة.